والسلام على أشرف المرسلين. إذا نرحب بالحضور الكريم طاقم التربوي لمؤسسة مفتاح النور، وكذا أباء وأولياء تلميذتين سكاكري وئام ونحيلي ابتسام. بمناسبة هذا الحفل فهو حفل تميز وحفل بهيج بحصول تلميذتين على معدلات مشرفة على صعيد المؤسسة وعلى صعيد الإقليم وكذا وعلى صعيد الجهة. بعد موسم مليء بمجموعة من الأفراح ومجموعة من المشاكل، جاءت اللحظة اللي غادي نتوجوا فيها، ماشي غير كتلاميذ، نتوجوا فيها المؤسسة كاملة بالأطر ديالها، بالإدارة، بالأساتذة، بالآباء ديالهم. الآن غادي نقدم الجائزة الأولى، غادي يقدمها السيد المدير اللي حفظ عليها تلميذة وئام سكاكري. نالت الجائزة ابتسام النحيلي أعلى معدل، ويقدم الجائزة السيد عبد المجيد كامل. الاسم وئام سكاكري، كنقرا في الثالثة إعدادية مؤسسة مفتاح النور. حصلت على أعلى معدل لهاد السنة 19.86. هذا شرف لي أنني نكون حاضرة في هذه الحفلة ونعبر الفرحة ديالي بالنتائج المتميزة والباهرة اللي حصلنا عليها هذه السنة بفضل مجهودة الأساتذة الكرام الساهرين على أداء واجبهم بتفان ونكرة الذات. وكذلك لا يفوتني أن أقدم تحية إجلال وتقدير للطاقم الإداري للمؤسسة على رأسهم المؤسس نور الدين بوصابة والمدير المؤسسة مصطفى الكرزمي، الساهرين كذلك على أنهم يوفروا لنا الظروف المناسبة للوصول إلى مثل هذه اللحظات، لحظة التميز والتفوق بكل تمدراته. وايضا هاد اللحظات هذه كنوصلوا لها بمجهود الوالدين ديالنا في المنزل، وتوما لتوفيرهم الظروف المناسبه العائليه. وكنهدي هاد النجاح ديالي لاي واحد ساعدني هاد السنه. ابتسام نحيلي، ادرس بالمستوى السادس بمدرسه مفتاح النور. حصلت على اول نقطه بالمدرسه. كنشكر الوالدين ديالي، وكنشكر كاع الاساتذه اللي خدموا معنا، وخصوصا الاستاذه ميلودا الاطرش واستاذه العربيه واستاذه الفرنسي. وكنشكر الطاقم الاداري من بينهم السي المدير مصطفى الكرزمي والسي المؤسس نور الدين بوصابة. وكنهدي التكريم ديالي لبابا وماما وكاع اللي عاونوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السي مصطفى الكرزمي، مدير مؤسسة مفتاح النور بمدينة البير جديد، مؤسسة تربوية تعليمية أسست سنة 2012 على يد السيد المؤسس نور الدين بوصابة، الذي بذل جهدا جهيدا من أجل إخراج ناشئة هذه المدينة من ظلمات الجهل إلى نور البصيرة والتعلم. مؤسسة بمختلف أسلاكها، من الروض الابتدائي ثم الثانوي الإعدادي ثم الثانوي التأهيلي، هذه المؤسسة المتميزة على صعيد مدينة البير جديد بأطرها وطاقمها الإداري وتلميذتها. وخير دليل على ذلك هو حصول التلميذة وئام سكاكري على أعلى معدل على صعيد الجهة وربما على صعيد المملكة، وذلك بحصولها على أعلى معدل الذي هو 19.86 نقطة، كانت خارقة للعادة، فائقة التفوق. إذا هذا لم يكن محض، لم يأتي من الصدفة، بل كان جهد جهيد بفضل السادة الأساتذة والإداريين والتربويين للحصول على مثل هذه النتائج المتميزة على صعيد مدينة البير الجديد. إذا في الأخير، أن مؤسسة مفتاح النور فهي تعطي كل ما في جهدها لحصول تلامذتها على أعلى المعدلات وأعلى المراتب بحول الله وقوته ومدده، وشكراً.